السلام عليكم. ازيكم؟ الحقيقه كل الناس عماله تسال ايران لحد دلوقتي ما ردتش. طيب هل ايران مستنيه المفاوضات عشان تفشل؟ طب ما حماس المفروض انها قالت انها مش هتفاوض، والكلام ده كان واضح جدا من يوم الاثنين، قالت لك خلاص احنا شايفين المفاوضات دي ملهاش لازمه. طب ليه ايران ما ضربتش اسرائيل؟ اكتر من كده، هل في خطه اسرائيليه ماشي عليها نتنياهو؟ والخطه دي ايه الهدف بتاعها؟ ومين السبب ان المنطقه تبقى مشتعله بالشكل ده في ظل الانتخابات الامريكيه ما هي موجوده؟ على فكره امريكا تملي بتحرص ان الانتخابات تجرى في امريكا وكل العالم هادي، عشان كل طرف سواء بقى الحزب الجمهوري او الحزب الديمقراطي بيعرض نفسه ان هو اللي هيحمي امريكا وهو ده راعي السلام والكلام ده كله، فكل الشرق الاوسط مشتعل في ظل الانتخابات الامريكيه. ده مشهد نادر جدا الحدوث، ما بقولكش ما حصلش قبل كده بس ده نادر جدا. فمين السبب في الكلام ده كله؟ وايه اللي هيحصل بعد كده؟ والصفقة الرهائن دي فشلت ولا ممكن فيها امل انها تحصل ولا ايه الجديد؟ تفاصيل واخبار مهمه جدا. على فكره الاخبار اللي بتعرض لك في وكالات الانباء بيبقى لها جانب تاني، وانا بقى هقول لك الجانب التاني ده عشان تبقى شايف الاخبار بشكل مختلف. بس طبعا عشان اقول لك عليه واكشف لك التفاصيل دي كلها لازم اقول لك القصه من الاول. قبل ما اخش في الموضوع، قبل ما اكشف لك التفاصيل، خليني اقول لك ان احنا معانا راعي قوي جدا ومحترم جدا، وهو اتكلمنا اكتر من مره عن الحرب في السودان، وهي حرب اهليه شغاله بقالها اكتر من سنه. والحقيقه ان الامم المتحده بتحذر من ان العالم هيواجه اكبر مجاعه ممكن يشهدها من 40 سنه. اما المجاعه اللي هتكون في السودان فهي مجاعه قويه جدا وقاسيه جدا. عشان كده الراعي اللي معانا النهارده هو مؤسسه الضأن العربي للذبح، وهو راعي اتعاملت معاه انا شخصيا ومئات من متابعي قناه سامري. صدق عن الاستاذ محمد ممدوح والقائمين على قناه سامري، نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منهم. الضأن العربي بيقدم خدمه للذبح عن بعد للصدقات والعقائق سواء في السودان او تنزانيا، يعني تقدر من اي مكان في العالم تشتري ذبيحه من خلال الموقع او التطبيق بسعر 750 ريال سعودي، ما يعادل 200 دولار امريكي فقط. بيتم ذبح خروف وتوزيعه على اسر الفقراء اللي بتعاني من المجاعه، وعشان تضمن حقك بتستلم فيديوهات الذبح والتوزيع خلال 24 ساعه من الشراء. ده من غير ان عندهم ميزه الطلب الشهري التلقائي، يعني كل شهر يتذبح خروف ويتوزع باسمك ويوصل لك الفيديوهات بتاعته. واجمل حاجه عجبتني فيهم ان جزء كبير من ارباح المؤسسه بيتم التبرع بيها لاخواتنا في غزه، يعني لما تشتري منهم انت بتساعد اخواتنا في غزه والسودان في نفس الوقت. واحب اوضح ان مؤسسه الضأن العربي هي شركه موثقه ومسجله في السعوديه والامارات، وعندهم مزارع في السودان وتنزانيا والرياض، وهسيب لحضرتك الرابط بتاعهم اسفل الفيديو لو حابب تتواصل معاهم وتشوف الموقع والتطبيق عشان تشتري منهم. وانا بشجع بشده الشراء من خلال مؤسسه الضأن العربي، وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال يا رب. نخش في الموضوع على طول. ايه الجديد اللي معانا النهارده؟ ممكن يكون مختلف بالنسبه لحضرتك واول مره هتسمعه فيما يخص صفقه الرهائن والرد الايراني اللي احنا منتظرين. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ الحقيقه انتوني بلينكن وزير الخارجيه الامريكي وصل للشرق الاوسط، وراجل نزل في اسرائيل وقعد فيها بالظبط 48 ساعه، ودي زيارته التاسع مره يجي. وانا قلت لحضرتك الراجل ده لو معهوش جديد، معهوش حاجه يضغط بيها على نتنياهو او معاه حاجه تغير شكل المنطقة، يبقى في خطة واضحة ما بعد وقف إطلاق النار، الراجل ده مش هيعرف يسلك مع نتنياهو لأن دي تاسع زيارة. فأنتوني بلينكن قعد مع نتنياهو وقال له بص بقى احنا عاوزين نخلص الموضوع ده، وقعدوا يتكلموا مع بعض 3 ساعات. تتخيل وزير خارجية أمريكا، وخد بالك تاني دي الزيارة التاسعة، يعني الكلام بينهم مفهوش جديد قوي، فكون هم يقعدوا 3 ساعات مع بعض ما معناه أن أنتوني بلينكن عاوز يوصل لحاجة مع نتنياهو. طب هل انتوني بلينكن بعد 3 ساعات وصل لحاجه مع نتنياهو؟ المفاجاه الكبيره انتوني بلينكن بعد ما خلص اجتماعه مع نتنياهو قعد مع عائلات الضحايا او الرهائن اللي موجودين عند حماس. والحقيقه ان انتوني بلينكن قال لهم الف الف مبروك، نتنياهو اكد لي ان هو هيلتزم بالصفقه وهيلتزم باعاده الرهائن وهيلتزم ان هو المفاوضات هتجرى بشكل كويس، واداني كلام مبشر جدا. فعائلات الضحايا انبسطوا جدا، قالوا فعلا، قال لهم ايوه، وانا مش بس كده، انا هطلع دلوقتي في مؤتمر صحفي اكد الكلام ده كله، بس انا قلت اقوله لكم قبل ما
يعني أقوله في الإعلام. في اجتماع بناء للغاية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم، أكد لي أن إسرائيل قبلت المقترح، والمسؤولية الآن تقع على عاتق حماس لقبوله، ثم يجب على الأطراف أن تعمل معا بمساعدة الوسطين مصر وقطر من أجل التوصل إلى تفاهم لتنفيذ وتطبيق التفاهمات التي تم التوصل إليها في إطار هذا الاتفاق. فعائلة الأسرة المحتجزين عند حماس فرحوا جدا، ويعني عاوز أقول لك الدنيا زي الفل. ماشي ماشي. أنتوني بلينكن عمل مؤتمر صحفي وأكد في المؤتمر الصحفي دي وقال يا جماعة إحنا ملتزمين بالدفاع عن إسرائيل، وإحنا أكيد الدفاع عن إسرائيل ده أولوية بالنسبة لنا والكلام ده كله، وقال كلمتين حلوين وبعد كده خد بعضه وطلع على القاهرة. طيب أنتوني بلينكن طلع على القاهرة ليه؟ عشان يباشر بقى مفاوضات. ما خلي بالك في وفد هيجي من إسرائيل أو مفروض موجود في القاهرة، وفد أمريكي جاي في القاهرة، وأعضاء من حماس وأعضاء من قطر، والدنيا إيه زي الفل. فأنتوني بلينكن جه وقعد مع الرئيس المصري. ماشي يا باشا. أنتوني بلينكن مشي من إسرائيل من هنا، ونتنياهو قعد مع عائلات الضحايا أو عائلات الأسرة من هنا. وعلى حسب صحيفة يدعوت أحرنوت، نتنياهو لما التقى عائلات الأسرة كانوا بيستقبلوه استقبال كويس جدا، ويا ريس ده أنت راجل سكر وفعلا هترجع لنا الرهائن، ده انت راجل يعني مية مية. قال لهم ثانية واحدة، مين قال لكم اصلا ان انا هرجع الرهائن وان انا هعمل صفقة او كان خالص؟ قالوا له ده وزير خارجية امريكا جي قال لنا الكلمتين دول. انا معرفت كم مين قال ده. على فكرة احتمالية حدوث صفقة بيننا وبين حماس مش مضمونة. مين قال لكم ان انا هنسحب وهرجع الرهائن؟ لا 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 مفيش الكلام ده. نتنياهو حتى مرضيش يكذب على عائلات الاسر، ده في وشهم قال لهم مين قال لكم كده؟ مش هيحصل. طيب نتنياهو ممكن يكون بيهرب. الحقيقة لا، نتنياهو بعد ما خرج من عند عائلات الأسرة، عايز أقول لك إن وفد الاستخبارات وفد التفاوض اللي مفروض رايح القاهرة قال نتنياهو أنت قعدت مع أنتوني بلينكن بقى، عاوزين إن احنا يعني ناخد تفويض أكبر عشان نعقد صفقة مع حماس. قال لهم لا. قال لهم نعم. قال لهم لا، مفيش حاجة اسمها تفويض وصفقة والكلام ده كله، مفيش كلام ده، انتوا تطلعوا زي الكراسي اللي انتوا قاعدين عليها. على فكرة دي الجولة 13 اللي وفد الصهاينة مش هيكون معاه تفويض، وان هو هيقعد يستمع وما يلقيش اي اقتراحات جديدة ولا هيعمل اي حاجة. مرة 13. فاول ما وفد التفاوض سمع الكلمتين دول على حسب اكسيس، عايز اقول لك ان وزير الدفاع الصهيوني اتضايق جدا. عايز اقول لك ان يائير لابيد قال لك ان نتنياهو بيخرف في المفاوضات كالعادة كالعادة، وان كل الناس في اسرائيل يعني منبهرة من ان نتنياهو عنده سلطة، ان وزير خارجيه امريكا لسه ماشي وما ينتظرش ويقول ما فيش صفقه ويضحك على وزير خارجيه امريكا. على فكره نتنياهو ذوق وراجل كويس وراجل بيحب يكرم ضيوفه مش اكتر من كده، انما في الاخر هو مجرم. مجرم هو استضاف ضيفه كويس جدا ورضاه وقعد معاه 3 ساعات قال يعني ايه بياخد ويدي، وقال يعني في الاخر اقتنع، بس في الاخر هو ما طلعش ولا حاجه. أنتوني بلينكن لما جه عند مصر فبيكلم مصريين فبيقول لهم بصوا بقى، يعني نتنياهو بس متمسك بحته محور فيلادلفيا ده، احنا لو حلناه الدنيا تبقى زي الفل. ماشي. الحقيقة أنتوني بلينكن وهو قاعد مع مصريين اللي هو احنا يعني والرئيس المصري والكلام ده كله، فبيقول ايه يعني سيبوا لنتنياهو ان هو مثلا يعمل اعادة انتشار للجيش الاسرائيلي في محور فيلادلفيا، انما يظل في تواجد صهيوني. طيب موقع اسمه ميدل ايست اي، موقع ميدل ايست اي طلع قال لك على فكرة المصريين وافقوا. هو قال كده ميدل ايست اي ورجع للمقالة قال لك المصريين وافقوا في مفاجأة من العيار الثقيل. وبالمناسبة ميدل ايست اي لما طلع بالخبر ده جيروزاليم بوست الصهيونيه بعديه على طول طلعت قالت لك المصريين وافقوا يا جماعه والمصريين زي الفل وقبلوا بتواجد عسكري اسرائيل. الحقيقه المصريين طلعوا اكدوا في بيان رسمي ان مصر ترفض تماما اي تواجد عسكري صهيوني، سواء بقى في اعاده انتشار، اعاده انتشار ده يعني يخفف الجنود بتاعته كده وما يبقاش في الات عسكريه كتيره والكلام ده كله، او حتى تواجد من الاساس للقوات الاسرائيليه. مصر بتعتبر محور فيلادلفيا ده جزء من عملية السلام مع إسرائيل، والعلاقات ابتدت تتوتر أكتر وأكتر بين مصر وإسرائيل طول ما في تواجد عسكري في محور فيلادلفيا ده. هتيجي تقول لي مفيش الكلام ده ومفيش أي علاقات بتتوتر وأنت بتجيب الكلام ده من عندك، هاجي أقول لحضرتك اسمع الفيديو ده، ده نازل في سكاي نيوز عربية، بيقول لك إن العلاقات بين مصر وإسرائيل بتتوتر أكتر وأكتر كل يوم بتواجد عسكري إسرائيل. زي ما حضرتك هتشوف كده. أفادت صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية نقلا عن مصادر بأن العلاقات بين إسرائيل ومصر تشهد أزمة حادة بشأن محور فيلادلفيا. وكشفت الصحيفة أن مصر ترفض رفضا قاطعا أي وجود إسرائيلي في هذا المحور، بينما توافق إسرائيل على إعادة انتشار قواتها فيه وليس على الانسحاب الكامل منه.
واعتبرت الصحيفة أن رفض مصر نقل الموقف الإسرائيلي بشأن المحور إلى حماس يشير إلى عمق الأزمة بين القاهرة وتل أبيب. فده التأكيد رقم 500 اللي بقولك عليه أن صفقة الرهائن فشلت. طيب هل الأمريكان شايفين أن صفقة الرهائن فشلت؟ الحقيقة الرئيس الأمريكي جو بايدن امبارح في المؤتمر الانتخابي اللي كان بيدي الشعلة الانتخابية أو شعلة الرئاسة لكامالا هاريس، جو بايدن طلع قال لك حماس بتتراجع عن الصفقة بتاعت الرهائن. ده حماس يعني مش إسرائيل اللي بتتراجع، قال لك لا حماس بتتراجع عن صفقة الرهائن. النهاردة حماس طلعت قالت مفيش حاجة زي كده، وإحنا مش هنقبل إن يبقى في تواجد عسكري في محور فدائي. وبالتالي حتى الإدارة الأمريكية لم تستطع حتى هذه اللحظة أن تفرض على نتنياهو المقترح الذي توافق عليه كافة الأطراف في 2 يوليو الشهر الفائت. وطالبنا نحن بأن يكون هناك آلية تنفيذية حقيقة ووضع خطوات عملية لهذا الاتفاق، وكنا على استعداد نحن وكافة فصائل المقاومة لذلك، لكن تفاجأنا حقيقة بشروط جديدة للاحتلال الصهيوني وبمقترح أمريكي ينسجم مع التطلعات الصهيونية. مين اللي شرح الحتة دي؟ أحسن حد شرح الحتة دي هي أسوشيتد بريس. أسوشيتد بريس قالت لك معلومات جديدة، قالت لك على فكرة هي حماس رافضة ليه تواجد عسكري إسرائيلي، قالت لك لأن كل ما يبقى فيه تواجد عسكري في غزة بيعملوا إهانة للفلسطينيين وبيعذبوا الفلسطينيين وبيمنعوا مساعدات، وكون ان تواجد عسكري في محور فيلادلفيا فمعنى كده ان هم هيتحكموا في معبر رفح. فعشان كده حماس شايفه ان احنا معانا رهائن نساوم عليها، فهندي الرهائن دي ونفرج عن الرهائن دول كلهم، ويظل محور فيلادلفيا اللي هو على طول الحدود المصريه تحت امره اسرائيل، يبقى احنا عملنا ايه؟ احنا ما خدناش حاجه، هندي الرهائن كده وخلاص. فالموضوع ده هو سبب الازمه كلها. اما مصر بترجع التواجد الاسرائيلي في محور فيلادلفيا فهو امر عسكري بالنسبه لمصر وامر ذو علاقه بالسلام. برغم كده اسرائيل مكمله ومش عاوزه تمشي، وقال لك والله نتنياهو قال لك انا حاطط ايدي على الانفاق اللي بين مصر وحماس، مع ان الانفاق دي مقفوله من الجانب المصري بشهاده وزير الدفاع الصهيوني. انا مش جايب لك شهاده من حد عبيط ولا حد هايف، انا بقول لحضرتك وزير الدفاع الصهيوني قال لك الانفاق دي كلها مقفوله من الجانب المصري. فنتنياهو تمسكه بمحور فيلادلفيا مش مفهوم غير ان هو دعائي. الحقيقه انا عندي مقاله نازله في فورين بوليسي. مقاله فورين بوليسي بتقول لك ايه؟ بتقول لك الدلع اللي بيحصل من قبل نتنياهو، وانا بحاول بس اجيب لك المختصر بتاع المقال، الدلع اللي بيحصل من نتنياهو ده وان هو بيتجرع على الامريكان وبيمشي المنطقه زي ما هو عاوز واخد الدنيا زي ما هو عاوز، لازم تعرف ده نتيجه الدعم الامريكي المطلق لاسرائيل، وان ده مش وليد اللحظه، ده احنا بقالنا عشرات السنوات الصهاينه بيعملوا حاجات وامريكا عماله تدي لهم سلاح، والامريكان بيتطبعوا على الصهاينه لان هم شايفين اسرائيل دي يعني وحده ديمقراطيه، وشايفين ان اسرائيل دي لو انهارت اليهود مش هيلاقوا لهم بلد، فامريكا بتتعهد بالدفاع عن اسرائيل فما ينفعش انها تتخلى عن اسرائيل. فاللي بيحصل من نتنياهو ده هو بعد سنوات من الدعم الامريكي المطلق، وان اي رئيس وزراء اسرائيلي بيعمل اي حاجه امريكا بتقول لك مفيش مشكله معلش. فدي النهايه، انت عندك رئيس وزراء بيشعل المنطقه وعاوز حرب اقليميه في ظل الانتخابات الامريكيه، وسعر النفط بقى يرتفع ما يرتفعش، الاقتصاد الامريكي يحصل فيه مشاكل ما يحصلش، مش مشكله، هو دلوقتي عاوز حاجه وعارف ان امريكا هتلبي له الطلب، فعمال واخد المنطقه كلها في 60 داهيه وبيعصي الاوامر الامريكيه. ده امر. الامر الثاني، نتنياهو عاوز ايه في ذلك؟ ما يعني احنا عاوزين نعرف نتنياهو عاوز ايه؟ في نفس المقاله الراجل بيقول لك، الراجل بيقول لك خد بالك لما تيجي تبص هتلاقي في خبر النهارده نازل في صحيفه اسمها يدعوت احرنوت، مخابرات الاسرائيليه بتقول لك على فكره شكل كده في اضطرابات في الضفه الغربيه، واسمع بقى الجديد عشان الكلام ده حلو. فقال لك في اضطرابات والارهاب، هم مسمين ارهاب مش مقاومه، يعني هم محتلين الاراضي الفلسطينيه وبيقولوا اللي بيعمله فلسطين ده ارهاب. فقال لك الارهاب شكله كده هيندلع في الضفه الغربيه، والضفه الغربيه يعني هتقوم على الجيش الصهيوني. الكاتب في المقاله بتاعت فورين بوليسي بيقول لك حاجه ظريفه جدا، بيقول لك هي من الاول اسرائيل عماله تقتحم الضفه الغربيه عشان بتقول ان في سلاح ايراني منتشر في الضفه الغربيه، وان ايران بتغرق الضفه الغربيه بالسلاح، ودلوقتي بيقولوا في ارهاب. صح؟ الكلام ده مش صح. الكلام ان القصه اولها ان المستوطنين بعد احداث طوفان الاقصى وهم عاملين يعتدوا على الفلسطينيين في الضفه الغربيه، هم عاملين كل يوم يؤذوا الفلسطينيين ويقتلوا فلسطينيين ويضربوا فلسطينيين، محدش يقف لهم، محدش بيحاسبهم. الكلام كله طالع من ان اتمار بن جفير وبساليل سموتريتش اللي هم وزير الامن القومي الصهيوني وزير الماليه الصهيوني، الناس دي
بيحرضوا المستوطنين ان هم يضربوا الفلسطينيين ويقتلوا الفلسطينيين. اي حد صهيوني يقتل فلسطيني ما بتحاسبش. فالمستوطنين بهدلوا فلسطين في الضفه الغربيه، منعوا الاموال عن سلطه فلسطينيه. فانت عاوز ايه يعني؟ انت عاوز ايه؟ انت عمال تسوق في الاعلام ان في سلاح ايراني في الضفه الغربيه، مع ان انت اصلا عمال تعمل المشاكل دي كلها، صح؟ ايران على الضفه الغربيه، فماذا تريد منها؟ اسلحه ايرانيه اصبحت في ايدي خلايا فلسطينيه بالضفه الغربيه، وهو ما تم الكشف عنه منذ أيام. فكيف تصل هذه الأسلحة إلى الضفة الغربية في وقت توجد فيه سلطة فلسطينية وقبضة إسرائيلية لا محدودة هناك؟ تدير إيران طرق تهريب سرية عبر الشرق الأوسط، وتوظف عملاء مخابرات ومسلحين وعصابات إجرامية لتوصيل الأسلحة إلى الفلسطينيين بالضفة الغربية. طيب موضوع الضفة الغربية ده هيخلص على ايه؟ موضوع الضفة الغربية ده هيخلص ان الجيش الاسرائيلي هيضطر يتدخل في الضفة الغربية، وفي الاخر هيعملها زي غزة ويطلب بترحيل الفلسطينيين للأردن. سؤال، هل امريكا هتعرف توقف الموضوع ده كله؟ بص على اشارة ان اتمار بن غفير وبسالين سبوتريتش اللي بيحرضوا على الموضوع من الاول ما تعاقبوش ولا نزلت عليهم اي عقوبات من الإدارة الامريكية. تتوقع ايه؟ زي اللي بيعمله نتنياهو هيعمله الجيش الصهيوني، وهيعمله اتمار بن غفير وبسالين سبوتريتش، وهتشوف ان الجيش الصهيوني بيغزو من جديد الضفة الغربية وبيرحل الفلسطينيين للأردن. خلاص؟ فده اللي بيقوله ستيفن وولتز. طيب ده شك في الموضوع. الشك التاني، ليه ايران اتأخرت كل ده عشان ترد على اسرائيل؟ الحقيقه الموضوع ده مهم جدا ونازل النهارده في صحيفه وول ستريت جورنال. صحيفه وول ستريت جورنال منزله مقاله هي كويسه، بس هي انا هضيف لك عليها كتير قوي. بيقولوا ايه؟ بيقول لك خد بالك، مشكله ايران ان طوال الخمس سنين اللي فاتوا دول وهي عماله تتحامى في ميليشياتها، وايران بتغسل ايديها من اي هجوم يقوم بيه ميليشياتها، سواء بقى حزب الله، الحوثيين، الكلام ده كله، ايران بتغسل ايديها من الهجمات اللي بيعملوها الميليشيات دي كلها. ليه؟ اولا لصعوبه اثبات ان ايران بتهرب سلاح مثلا للحوثيين او لحزب الله. حتى لو الجيش الامريكي مسك اكتر من شحنه، بس ايران تقول لك احنا مالناش دعوه، مين اللي جاب الشحنه دي؟ مالناش دعوه. تاني حاجه، لان ايران نقلت مخازن الاسلحه ونقلت مصانع الاسلحه داخل الدول. فالمشكله ايه دلوقتي؟ المشكله ان ايران تم ضربها مرتين بشكل مباشر من اسرائيل، وإيران حاليا مش عارفة ترد، لأن لازم حضرتك تبقى متيقن إن العسكرية الإيرانية في منتهى الضعف. شوف قد إيه ضعيفة جدا. إيران بارعة في الهجوم، بس دفاعيا هي سيئة وضعيفة جدا نتيجة العقوبات. الدليل، الدليل إن الكاتب هنا بتاع المقالة بتاعت وول ستريت جورنال بيقول لك خد بالك، قبل ما إسرائيل تقصف القنصلية الإيرانية في سوريا، لازم تعرف إن إيران قامت بضربة جوية داخل باكستان، وباكستان ما خافتش من إيران، بالعكس دي ضربت العمق الإيراني بالصواريخ، صح؟ المعاملة بالمثل كان رد باكستان على النيران الإيرانية، رد يضيف إلى التوتر المرتفع على الحدود بين البلدين الممتدة على طول 900 كيلومتر. الأمر ده يقول لك إيه؟ يقول لك سهولة اختراق إيران. طيب بعد ما باكستان واجهت ضربة لإيران، إيه اللي حصل؟ الإيرانيين تصالحوا مع باكستانيين، فقامت إسرائيل قامت ضربة القنصلية الإيرانية. ده يوريك مدى الضعف. تاني حاجة، خد بالك ان منظومات الدفاع الجوي الايراني، مهما طلع الايرانيين وقال لك احنا عندنا منظومات دفاع جوي واللي بيسقط العصافير واللي بيسقط الاحجار والكلام ده كله، هقص. لان في الاول والاخر احدث منظومة دفاع جوي وصلت لايران كانت الاس 300 اللي ضربتها اسرائيل اصلا في ابريل الماضي. فانت اقف عند الحاجات دي كلها تعرف ان ايران مش حم انها تعرف تضرب اسرائيل ضربة جامدة تؤدي لانتقام اسرائيلي كبير، خاصة بتمركز البحرية الامريكية في منطقة الشرق الاوسط وسلاح الجو الامريكي و40 الف جندي موجود في الشرق الاوسط. ايران لو ضربت ضربة جامدة وسببت خسائر، يعني هيتم الانتقام منها انتقام بشع، والايرانيين عارفين كده كويس. ماشي، فايه اللي بيحصل؟ ايران دلوقتي اتأخرت في الرد كل ده لان الرد اصبح معقد، وفي نفس الوقت عمالة تحسب حساباتها. بس خد بالك ان ايران كل ميليشياتها عربية، ده هو الكاتب اللي بيقول، قال لك الايرانيين دول فرس، انما ميليشياتهم كلهم عرب. صحيح هم شيعه او على المذهب الشيعي، بس في الاخر هم عرب. تعال بص، الحوثيين عرب، اللبنانيين عرب، السوريين عرب، العراقيين حتى عرب. طب العرب ايه مشكلتهم مع الفرس؟ ان العرب عندهم شراسه شويه. العرب عندهم عداء كبير جدا ضد اسرائيل، فعاوزين يطلعوا يهاجموا اسرائيل بشكل كبير قوي مع اختلاف ميولهم. يعني ايه اختلاف ميولهم؟ قال لك لما تيجي تبص هتلاقي مثلا ان ميليشيات ايران ده في اللي بيسمع كلام ايران بشكل اعمى، وفي يعني ممكن يتمرد على ايران.
فايه اللي بيحصل؟ قال لك بص مثلا الحوثيين صابرين ومش عارفين يضربوا اسرائيل لحد دلوقتي بعد ما تم قصف ميناء الحديده، وعاوزين ان هم ينتقموا من اسرائيل باي شكل. فلو ايران قالت الضربه ما تبقاش قويه، الحوثيين ممكن يشوفوا ان ده هزيمه ليهم. ليه؟ ان الحوثيين اكتسبوا شعبيه كبيره جدا طوال الفتره اللي فاتت، طوال 10 اشهر اللي فيها طوفان الاقصى، الحوثيين خدوا شعبيه كبيره في الشرق الاوسط. لاول مره من بدايه طوفان الاقصى لحد النهارده الحوثيين يضربوا ما يردوش. فلو ايران طلبت من الحوثيين ان الرد يكون اي كلام او ضعيف، الحوثيين يعني ممكن يعملوا تمر. ده امر. تاني امر، تعال بص على لبنان. لبنان ملتزمه باوامر ايران، وحزب الله ملتزم باوامر ايران ان هو ما يضربش اسرائيل ضربه قويه عشان المنطقه ما تولعش، وايران ممكن تتجرب في الموضوع. فحزب الله عمال يتضرب لحد دلوقتي وساكت. امبارح على فكره اسرائيل ضربت مخازن اسلحه لحزب الله. الخبر من رويترز عن مصدرين امنيين ان هناك ضربه اسرائيليه استهدفت مخزنا للاسلحه لجماعه حزب الله في سهل البقاع اللبناني. قبل دقائق ايضا كنا قد نقلنا صورا من استهداف مسيرات اسرائيليه لسياره ايضا كانت في جنوب لبنان. لم نعرف حتى الان من كان المستهدف. ضرب مخازن اسلحه ده تطور خطير جدا، بس اسرائيل ضربت المخازن. واسرائيل يوميا تصحى وتمسي على حزب الله باغتيال عناصره، قاتلين لحد دلوقتي قرب 500، يعني داخلين على 500 خلاص، ده اللي بتعترف بيه اسرائيل. حزب الله بيقول لك ارقام تانية، بس اسرائيل تقول لك احنا 500 خلاص. فده امر خطير. على الجانب الاخر هتلاقي سوريا بشار الاسد خايف ان هو يخش في حرب ضد اسرائيل، وقال لك اعفيني انا من حاجه زي كده. فميول حلفاء ايران عندهم رغبات متفاوته، بس في الاخر حتى لو ايران ردت على اسرائيل، بس لازم تعرف الرد الضعيف ده هيؤدي ان الميليشيات دي ممكن تنقلب على ايران. وعلى فكره الكاتب شبه كده الامر كالاتي، قال لك ايران كانها سايقه عربيه فيها حصانه كبيره جدا، والحصانه دي يعني متمرده وجامحه، وشكل الحصانه دي في الاخر هتقلب العربيه والراجل اللي سايق العربيه. هو بيقول كده. طب بسيطه، ايران تضرب اسرائيل ضربه قويه وتشعل المنطقه كلها حرب اقليميه. الامر ده هيؤدي ان ايران هتضعف. يعني اسرائيل لو ردت هي وامريكا على ايران، سواء ضربوا محطات النوويه، سواء ضربوا مصانع الايرانيه، ضربوا باي شكل، بس لازم تعرف ان ايران لو ضعفت مش هتعرف تسيطر على ميليشياتها في المستقبل، مش هتعرف تدي سلاح زي الاول، مش هتعرف تنفق على حزب الله والحوثيين زي الاول، برضه هيؤدي لتمرد. الكلام كله طالع على انشقاق ممكن يحصل، سواء ايران ردت ضربه ضعيفه سينمائيه زي ما تمت يوم 13 ابريل، او ضربه قويه كده او كده، هتلاقي ان ايران هتتعرض ان العربيه تتقلب بيها في الاخر. يا رب اكون شرحت حضرتك الموضوع بشكل مبسط، ويا رب نصر مصر، رب نصر العرب، ويا رب نصر فلسطين يا رب. تحيا مصر، سلام. وسيف حارس عليك يمين ومين.